سيادة النائب، أنتم في دولة القانون، هل ستدعمون في الجلسة البرلمانية السيد الكاظمي؟ هل أنتم ستطلبون وزارات أم أنكم مؤمنين أو على يقين بأن السيد الكاظمي يجب أن يشكل كابينته باستقلالية تامة؟ نعم، شكرا جزيلا، تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. بالتأكيد دولة القانون كانت واحدة من الكتل السياسية التي كانت حاضرة أثناء تكليف السيد الكاظمي، وبالتالي هذا تعبير واضح من دولة القانون بتأييدها لتكليف السيد الكاظمي. نعم. السيد الكاظمي طبعا جاء نتيجة ظروف يعني صعبة جدا، سبق وأن تم تكليف اثنان من السادة لغرض تشكيل حكومة ولم يتمكن من المرور أو لم يتمكن من يعني الوصول بعضهم من لأنكم لم تمكنوهم حتى يتم يعني تأييده، وبالتالي أصبحت قضية الشروع بتكليف أمر مهم. أدركت القوى السياسية جميعها أن الأمر لابد أن يحسم، وبالتالي صار الاتفاق دون أن تكون هناك كتلة أكبر حسب الآليات الدستورية هي من ترشح أو تقدم مرشحها إلى رئيس الجمهورية. صار التكليف باتفاق الكل، باتفاق القوى السياسية، سواء إذا أردنا التخصص. زين، هنا يولد سؤال يا سيادة النائب. هنا يولد سؤال، يصير سؤال أنه العملية السياسية مشت بخطوات. الخطوة الأولى هو العرف السياسي، بعدين ذهبنا إلى مفهوم الكتلة الأكبر، ما حصلت الكتلة الأكبر، ذهبتم الآن تشتغلون بمبدأ التوافق. يعني ما تعتقد أنه هذا الآن يقدم نموذجا